بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب فيكم في ورشة حقيقة، هذه تجربة معكم طبعا أخوكم علي يونس. نفس ما قال أبو علي، أنا في السابق كنت أصور تايم لابس. أذكر قبل يمكن صار لها المادة أعلنوا عنها، كانت عشان الباب، كنا في فالكون، في محل فالكون، حتى اخونا الفنان نبيل الشعير كان موجود، الشباب كانوا موجودين، كنا قاعدين نطالع المؤتمر مال مافك. فمن ضمن المميزات اللي كان قاعد يتكلم عنها، انا لفت انتباهي شيء اسمه ترايبود مود. فقاعد يقول لي الترايبود مود راح تخلي الطياره وايد بطيئه. Sorry, I will speak in English and Arabic, but my slides I will describe in English, both. أذكر لما قالوا لي tripod mode وتخلي الطيارة بطيئة، لفت انتباهي موضوع مهم. قلنا احنا نبي شيء بطيء يطير بالجو، يعني ببطء شديد، على اساس انه مسافة او مدة طويلة، عشان نصور شيء مثل تايم لابس. فمن وقتها انا كانت الفكره ببالي، حتى كنت اقول حق بعض الشباب، كنت اقول لهم يبينا نصور شارع سيارات تمر بسرعه، بس طبعا وقتها ما كنت ادري انها تنجح ولا لا. شنو هو التايم لابس؟ What is the time lapse؟ تايم لابس هو عباره عن تصوير لقطه متحركه بزمن طويل، ساعات، ايام، ممكن اشهر، وتسريعها بسرعة كبيرة بحيث تصبح اللقطة قصيرة جدا، ثواني معدودة. The time lapse is like a sequence of period of time that like shots every one hour, like one minute or one day, and then we will make it like as fast as we can. شلون نصور ال time lapse؟ في طبعا شغلتين، يا ان نصورها بكاميرا بفيديو ونسرع الفيديو، هذه الطريقه القديمه، انا اتكلم عن تايم لابس الارضي، او كاميرات الفيديو، او ان نصورها بكاميرا فوتو. طبعا الفوتو افضل لان الكواليتي مالها عالي، مثلا 20 ميجا بكسل، 20 ميجا بكسل، 30 ميجا بكسل، 40 الحين، على سلايدر. سلايدر راح يعطي لقطه جماليه اكثر. طبعا احنا مثلا نصور يعتمد على الموضوع اللي نصوره، اذا كان مثلا مد وجزر، حركه غيوم، ليل نهار، يعني مثلا لو واحد بيصور لقطه واحده تايم لابس من الصبح لثاني يوم، مو معقوله يحطها كل ثانيه صوره، يعني الميموري بفل، يعني يمكن بساعتين. فمثلا يقول كل خمس دقائق انا اصور صوره، او كل عشر دقائق اصور صوره، هذا بالتايم لابس الكاميرات العاديه. طبعا مو موضوعنا الحين، بس عشان تاخذون فكره. بعدين اضافوا لها سلايدر، انه مثلا كل جزء من الثانيه تتحرك شويه شويه شويه، بحيث ان بعدين لما نسرع راح نشوف في حركه. راح نشوف الحين بعض النماذج. وفي طبعا هايبر لابس، بعدين تطور التايم لابس صار هايبر لابس. هايبر لابس عباره عن تايم لابس ارضي بس متحرك، موفينج تايم لابس، بحيث ان انا احط ترايبود مثلا مال الكاميرا، اصور صوره، بعدين لازم نفس المسافه بالضبط اقيس متر، احركها واحط لي سبجكت او هدف قدامي قاعد اصوره، مثلا عماره او مبنى، والف عليه. راح نشوف الحين اكزامبل. اخر نوع من التايم لابس، طبعا قد يكون هذا تاليفي ما ادري، انا على فكره ترى هذه الورشه من تجربتي، ما يعني ما شفت احد مثلا بالعالم مسوي شيء كامل، وقريت شنو تجربته بحيث اني اتعلم منه، كان كله تاليف. على فكره يمكن انا قعدت شهرين اصور، اول اسبوعين ثلاثه كانت التجارب كلها فاشله، وراح اقول لكم بعدين ليش كانت التجارب فاشله، الى ان وصلت الى مرحله اوكي الحين تمام. راح اعطيكم تجربتي طبعا. اوكي، شوفوا الحين هذا اللي هو تايم لابس، هذه انا صورته قبل اربع سنين طبعا، اذكر كان طيارات مو موجوده، حتى فانتوم 1 ما كانت موجوده وقتها. فطبعا كنا نصور تايم لابس، يمكن اللي كانوا يصورون بالكويت الله يذكرهم بالخير، انا اللي اذكره حسين الهاشمي، كان المفروض يكون معانا سيد حسين الهاشمي، ما شاء الله ملك التايم لابس، وكان اخونا احمد البادر، وانا كنت معاه، يعني هذيل الثلاثه اللي اذكر كنا يعني نتنافس
بس منافسة شريفة. قد يكون اكو واحد ثاني بس ما اذكر. شوفوا هذه لقطة فيها سلايدر، بس يمكن الحين هني مو وايد ضلمة، ما نقدر نخفف شوي الاضاءة. الكاميرا قاعد تتحرك والغيوم، طبعا هني مثلا شروق، كانت الشمس قاعد تشرق. هذا هذا هايبر لابس. شوفوا الهايبر لابس طبعا وايد صعب، يمكن the most difficult time lapse is the hyper lapse، لأنه وايد شيك راح يصير. شوفوا هذا الهدف قاعد يلف عليه، طبعا متعب الهايبر لابس وايد. إلى أن يعني الترايبود مود. الترايبود مود صراحة سوى طفرة بال يعني قبل المافيك ما كان اكو شيء اسمه ترايبود مود. أول طيارة حطوا فيها ترايبود مود هي المافيك. أول كان طيارات سرعة عادية، إذا بتخفف يعني بالجويستيك مال الطيارة يعني تحاول إنك ما تسرع، يعني not to go fast، يعني try to be slower. بس مهما يكون ما كنت تقدر تخليها وايد بطيئة، بعدين ما كنت تقدر تخليها بسرعة ثابتة، يعني ممكن شوية بطيء شوية سريع. إلى أن طلعت المافيك، بعدين حطوها فانتوم 4 برو الترايبود مود، وحطوها بالانسباير 2 الجديدة. تخلي الطيارة اسمها ترايبود مود، يعني كأنها محطوطة على ترايبود. It's like on a tripod moves very slowly، يعني تتحرك ببطء شديد. مثال على الأيريال تايم لابس. طبعا الأيريال تايم لابس يعني صعوبته انك لازم تدور اليوم اللي ما فيه هواء، اليوم اللي فيه حركة غيوم. طبعا المعادلة صعبة، شلون يكون عندي يوم حركة غيوم سريعة وما في هواء؟ ممكن 50-50 يعني حركة غيوم. هذا اليوم على فكرة، هذا اليوم سبحان الله كان قبل شهر، يمكن وايد ناس طلعوا يصورون فيه هذا اليوم. صدفة أنا كنت قاعد أذكر طالع من الدوام، كان عندي شغلة، شفت الجو كذي، خذيت طيارتي الفانتوم 4 برو وطلعت، والحمد لله توفقت في لقطتين في هذا اليوم. شوفوا شلون هني أنا، طبعا شوفوا شلون السرعة اللي تحت، شوفوا الغيوم شلون قاعد تمر، حركة الغيم اللي فوق، الشادو اللي تحت، والدنيا تحت سريعة وايد. وأهم شيء إن تكون ستيبل، راح نشوف شلون أحصل على الستيبلتي هذه. مو سهل، لأن هواء يهزها يمين يسار. راح تشوفون حركة، هذه لقطة ثانية، هذه أنا كنت ارتفاع وايد عالي على أساس أتحاشى الباراشوتس هذيل، شو يسمونهم؟ الباراجلايد أو شيء كذي، كانوا موجودين تحتي. فطراريد طبعا أنا ما كنت أدري إنه راح يجون طراريد، بس صدفة يعني زين حلوا الموضوع. أنا بس كنت شايف هذيل الباراشوتات، كان هذا واحد مر يمي الحين يجي واحد تحدي، طبعا كنت اخاف عليهم انا فعلا لانهم ما يحبون الدرونز، فكنت مرتفع يمكن 500 متر اقصى ارتفاع. هني مثلا كان ببالي اصور النافوره، طبعا الحين واحد يقول لي زين لو انا اصور مو ترايبود مود، لو بهالسرعه هذه وبهالمسافه او هالمده انا طفت يمكن برج التحرير بسرعه، لان ترايبود مود تخليني وايد بطيء. انا هذا اللي ابي، انا ابي اكون وايد بطيء، ما ابي اسرع. اوكي فور ذا بيست ريزلت، اساس ان نحصل تايم لابس جوي نحتاج ثلاث اشياء. مده الطيران كبيره، ليش؟ يعني على اساس انه يمديني اشوف حركه الغيوم لما اسرع، يعني اذا انا مثلا صورت دقيقتين ثلاث ما راح ألقى حركة الغيوم، لأن بعدين راح أسرعها 20-30 مرة. بعدين اهتزاز اللقطة قليل، سرعة الرياح قليلة. أنا يمكن قعدت أسبوعين أصور بالمافيك، كل تجاربي كانت فاشلة. ليش؟ لأن وايد هزة، حتى لو أعالجها بعدين يعني بالبوست ستابلايزيشن راح نشوف بعدين، ما كانت تضبط، يعني كان يطلع وايد هزة. ف يعني لازم الواحد يدور له اليوم اللي ما فيه هواء وفي حركة غيوم، خصوصا إذا فيه غيوم. سرعة الطيارة قليلة جدا، يعني
كل واحدة من هذين لها مميزات وعيوب راح نتكلم عنها. أبطأ واحدة فيهم المافيك، يعني يا ريت الانسباير 2 نفس بطء المافيك بالترايبود مود، يعني بالترايبود مود المافيك is the slowest، بعدين فانتوم 4 برو، بعدين الانسباير 2. اوكي الحين we will go through each يعني كل طيارة. اول واحدة المافيك برو، يعني ممكن واحد يقول زين انا بصور تايم لاب جوي، شنو احسن طيارة اشتريها؟ What's the best drone I have to buy to capture time lapse, aerial time lapse؟ راح اقول لكم بعدين وجهة نظري قد ممكن تختلف مع واحد ثاني. اول واحدة راح انا جربتهم ثلاثتهم، المافيك. المافيك حجم صغير، small size، يعني حلوة حق تصوير تايم لابس داخلي، يعني افرض انت مثلا بالافنيوز شفتوا الجراند مثلا او المكان يتمشون فيه، لو واحد يصور بالمافيك تايم لابس، وهذه لقطة من زمان بوقها مني واحد يسويها انا صورتها حق شركة بس ما وروني النتائج بالمافيك، انه بحيث انه بطيئة واحد يمشي والناس تحت قاعد تمشي، بعدين لما تتسرع راح تشوفونها وايد سريعة، حلوة اللقطة. سيف اكثر، يعني المافيك هذه سمول، حتى لو لا سمح الله دعمت طاحت على راس واحد مو نفس لما تطيح على راس واحد الانسباير 2 طبعا، وثابته، مده طيران اكثر. شوفوا مده طيران تقريبا 23 minutes، يعني زينه حلوه. على فكره to have a good time lapse video يعني you need 15 minutes at least، يعني 15 دقيقة طيران لقطة واحدة. طبعا انت قاعد تتكلم عن كل one clip one battle، لان if you take 5 minutes ما راح يصير time lapse قوي، تقريبا minimum 15 دقيقة عشان يصير عندك time lapse حلو، علشان كذي تحتاج وايد بطاريات لان كل لقطة يعني كل لقطة بطارية. ابطأ واحدة فيهم المافيك، the slowest drone، وايد سرعتها حلوة حق التايم لابس. سعرها يعني زين، سعرها كم انت فاكر الحين؟ 340 2039 زين، صار تنزيلات دينار. الديس ادفانتجز حق المافيك او العيوب، ما تصلح التصوير تايم لابس خارجي عن تجربة، ولا في البداية أنا قعدت I spent two weeks to capture، يعني it was disaster. ليش؟ لأن الهزة فيها a lot of vibration، يعني الهزة فيها وايد كبيرة، maybe بالنورمال فيديو ما راح تشوف الهزة هذه، راح تقول أوه هذه الجيمبل مالها. طبعا هي على حجمها التكنولوجيا اللي فيها شيء عجيب، أول ما نزلت ما حد كان يصدق إن فيها كل هالمميزات، بس بالتايم لابس لأن أنت راح تزيد 20 30 مرة سعر عفوا سرعة اللقطة راح تشوف وايد هزة. جودة الصورة انا ما تعجبني، ليش؟ لان شفت صورة الفانتوم 4 برو والانسباير 2. على فكرة يعني بس كذي على السريع، I mean the quality of Mavic is not that much good، not like Phantom 4 Pro and Inspire 2. بالمافيك each one يعني each second data تقريبا 60 ميجا بايت، 60 ميجا بايت 1 second من الداتا من الفيديو. اوكي بالانسباير 2 بالفاندوم 4 برو 100 ميجا 100 ميج. شنو معناته؟ معناته اولويز دبل الكواليتي مالت الصوره هنا، يعني تتخيل عندك ثانيه واحده فيها 100 ميجا بايت المعلومات الالوان الشاربنس، بالمافيك عندك 60، المافيك لايك فانتوم 4 نفس الفانتوم 4 تقريبا. فعشان كذي انا ما عجبتني صورتها صراحه، خصوصا طبعا بالتصوير الليلي نايت وايد نويز، نويز كلش يعني متعب. اوكي فانتوم 4 برو، فانتوم 4 برو اطول مده طيران تقريبا 27 دقيقه، which is the best في مدة الطيران، ما في للحين درون 27 دقيقة، علشان كذي فعلا طيارة جبارة بالمدة الطيران، يعني 27 دقيقة you can take 20 minutes one clip،
طبعا انت يو هاف تو يعني انه يكون عندك سيف 7 دقائق 7 minutes to come back home and land. فانت قاعد تتكلم عن 20 دقيقه لقطه تايم لابس which is عجيب يعني. شنو بعد؟ جودة الصورة عالية جدا خصوصا بالنهار، يعني during the day very good quality of video. وايد حلوة صورتها بالنهار على حجمها. أنا أذكر لما طلعوا المافيك، حتى مو بس أنا يعني مصورين مشهورين بالعالم ما كانوا يدرون طبعا أن عندهم فانتوم 4 برو، قالوا this is the killer of phantom، يعني المافيك راح تقتل لاين الفانتوم. ليش بعد؟ حق من بيروح يشتري فانتوم؟ عندك هذه صغيرة حجمها بس هم أذكية. طبعا أنا دائما أقول الصينيين صارين أذكية. طلعوا فانتوم 4 برو وفعلا كواليتي الكاميرا وايد احسن، يعني اللي مجرب فانتوم 4 برو صراحه صورتها عجيبه. على فكره انا عندي صوره فانتوم 4 برو بالنهار ديورنج ذا داي سيم اكس سيم الانسباير 2 نفس الكواليتي بالنهار، ما اتكلم عن الليل. اتس نوت ذا نايت، يعني نايت بيكوز ذا ايزو اند اذر ثينج السنسر سايز اكبر، بس بالنهار رهيبه الفانتوم 4 برو. تقاوم سرعه الرياح، يعني ريزيست ذا ويند، ميديوم ويند، يعني خلينا نقول الهواء الطبيعي، يعني اللي اغلب الايام يكون عندنا. طبعا ما اقول ما اتكلم عن سرعه رياح عاليه، يعني اللي نطلع احنا نطير فيه وايد زينه، بحيث انه لما يصير في هزه نقدر نشيلها بالمونتاج. سرعة الطيارة جيدة بالترايبود مود، يعني مو نفس المافيك، ليتل بيتس فاستر ذان ذا مافيك، يعني شوي اسرع من المافيك which is good زين بالترايبود مود. احنا قلنا شنو؟ نبي سرعة اقل بالتايم لابس. سعر الطائرة يعني حلوة، يعني ما تقارن مع اسباير 2، تقريبا 520 دينار او شيء كذي على مواصفاتها، صراحة وايد حلوة. توفر بطارياتها بكثره، يعني ان الباتريز ار افيلبل تحصل، حتى بطاريات فانتوم 4 القديمه اوكي يمكن تعطيك دقيقتين ثلاثه اقل مده الطيران من البطاريه الاصليه اللي تجي مع الفانتوم 4 برو، بس هم زينه. وحتى سعر البطاريات معقول، يمكن ما ادري كم 50 دينار كم. الانسباير بطارياتها 110 دنانير، انت تخيل شوف اكثر من دبل السعر. طبعا هي انت تحتاج بطاريتين بالانسباير 2 عشان تطير طيران واحد، يعني مو على بالكم انه طيرانين بطاريتين. عيوب الديس ادفانتج مالت الفانتوم 4 برو، بالليل صراحه ما حبيت صورتها وايد، مع انه وايد احسن من المافيك، ماتش بيتر ذان ذا مافيك فانتوم 4 برو ات ذا نايت. بس هم لما اشوف انسباير 2 هذه تطيح من عيني، بس وايد زينة، يعني وايد زينة، ما تقارن مع فانتوم 4 القديمة، يعني وايد ممتازة. أنا أقارن فانتوم 4 برو بالليل مع صراحة مع الإكس 5، على الإكس 5 اللي بالإنسباير 1، يعني أذكر عندي أنا باليوتيوب حاط مقارنة، يعني وايد ناس حبوا صورة الفانتوم 4 برو. على فكرة الحجم السنسر كبروه عن فانتوم 4 صار 1 إنش، يعني زين وايد زين حجم السنسر مال فانتوم 4 برو. زين طبعا اذا كان وايد هواء ما ينفع، يعني انا اذكر في فيديو راح اوريكم اياه صورته بالفانتوم 4 برو بس يومها صدق كان هواء، يعني حتى خفت انها تطيح ممكن بالبحر، بس والله صمدت يعني. اوكي صدق صار هزه بالصوره بس زين منها يعني. واحسن ما فيها انها عمليه وصغيره وبسرعه تشيلها، يعني جنطتها الصغيره هاي، يعني غير هذه تعال ركب ولويا وش كبرها. زين الانسباير 2 طبعا الادفانتج ذا بيست كواليتي، يعني مال حق الصوره، صوره ممتازه دقه وتفاصيل خصوصا بالليل. بالليل ليش؟ لان العدسه هذه 1.7 فتحتها 1.7 الاف ستوب، وحجم السنسر مايكرو 4 ثيرد، حجم السنسر كبير. طبعا وايد طوروا بالصوره عن فانتوم 1، عفوا عن سلام رحمه الله، سلام رحمة الله، طبعا وايد طوروا بالصورة عن انسباير 1 برو. سلام رحمة الله. واحدة من الأشياء طبعا اللي قلناها إن خلوها 100 ميجا بايت
الثانية الوحدة بالإنسباير 2. ومو بس كذي، حطوا الميموري كارد مو بالكاميرا. اللي عنده إنسباير 1 البرو يعرف ان الميموري كارد بالكاميرا. الحين شالوا الميموري كارد حطوه بجسم الطيارة. ترى على فكرة the whole drone is the camera، يعني مو بس هذه الكاميرا، لا نص الكاميرا هني داخل، يعني البروسيسنج مال الصوره والتسجيل كله قاعد يصير هني. فمعناته ان الطياره نص الكاميرا هني، هني بس عدسه الصوره قاعد تاخذ هني قاعد يصير. فهذا عدل من جوده الصوره وايد، يعني اللي يشوف صوره الانسباير 2 مع ال1 وايد تفرق. كبيرة الحجم تقاوم الرياح الشديدة والاهتزاز. صراحة يعني أنا صورتها هزة قليلة كلش حتى بالهواء القوي، وهي على فكرة يعني أكثر طيارة تتحمل الهواء من طيارات دي جي آي. يعني حتى الماترس العودة وحتى هذا الانسباير على شكلها resist the يعني the wind. عيوبها غالية طبعا. هذا هو أرخص واحدة الاكس 4S، مو هذه الكاميرا اللي اصغر منها 1280 او شيء كذي. طبعا هم 3 كاتيجوريز، الانسباير 2 الاكس 4S الكاميرا الصغيره، والاكس 5S العاديه تقريبا 1680، وفي الرو. هذه الرو، هذه الرو شوفوا هني شو المكتوب سينما دي ان جي رو. في الاس اس كارد، الاس اس دي كارد اللي هو سوليد ستيت راح يركب هني. ليش؟ عشان يصور الرو والبرورس. طبعا ممكن واحد يسال، يعني نطلع شوي عن موضوعنا، انه يسوى اشتري اذا انت تصور حق كوميرشال ودعايات ويدفعون اشتر الرو. اذا ما يدفعون الميموري هذا وايد عليهم لان صدق كواليتي عالي. زين مده الطيران يعني it's good 20 minutes، بس انا افضل مده الطيران فانتوم 4 برو. اوكي الحين شنو افضل طياره اذا واحد ما عنده مشكله بالفلوس يشتري انسباير 2 ولا حق التايم لابس؟ طبعا ما اتكلم انا عن التصوير الجوي العادي، انا the best choice for time lapse is فانتوم 4 برو. والفيلم طبعا ما ادري انتم اكيد شفتوه اللي هو كويت عش لا ينتهي، 90% منه مصور بفانتوم 4 برو، بس ما عدا لقطتين اللي هو بالليل انا صورت فيهم بالسباير 2. ولا فعلا انا احب هذا الطيران. طبعا مده الطيران 27 دقيقه، تقاوم الهواء بشكل جيد، دقه تصوير ممتازه، سعر مثالي، وسهوله التنقل بها، توافر البطاريات. يعني هذه انا في النهايه اكتشفت ان الفانتوم 4 برو وايد ممتازه حق تايم لابس. اوكي الحين بعض التكنيكات من واقع تجربه، يعني some techniques from experience اللي واجهتها، يعني احب اشارككم فيها. يمكن بعدين واحد لما يدش بهالمجال ويصور راح يكتشف اشياء جديده، بالعكس يعني we will share it. انزين دائما ميك شور ان الباتري 100%، يعني لا تروح تصور تايم لابس ب 80% ولا 70% باتري. ليش؟ لان انت على ما تطير تاخذ لقطتك تجهز روحك تجرب يمكن 20% راح من الباتري، فانت على ما تبدي يمكن 80% من بطاريتك، فانت راح تروح ربع ساعه تقريبا يا دوبك، يعني يكون عندك ربع ساعه. نو يور شوت اكزاكتلي بيفور فلايت تو سيف باتريز، يعني انت افهم لقطتك. يمكن واحد يقول زي شلون افهمها انا للحين ما طرت؟ ممكن مثلا انت طاير من قبل بهالمكان متخيل اللقطه، يعني تعرف ارتفاع اللي بتروح له، يعني دونت ويست تايم. انا اطير ها هالكادر حلو، لا خل نروح يمين شويه، خل ننزل شويه، يمكن 30% اوف ذا باتري راح، ماكو فايده. فانت لازم تعرف لقطتك، تعرف يعني الكادر مالك قبل لا تطير. اوكي ممكن فوق تروح شوي تعدل يعني دقيقه دقيقتين ماكو مشكله. زين ابدا دائما بالعكس. شلون؟ يعني انت الحين مثلا هذه لقطه الابراج، ارجع ورا. انت الحين خلينا نفرض واحد قاعد واقف يم الحمراء، انا الحين قاعد اطير. اول ما اطير الطياره على طول حتى بسبورت مود بسرعه اروح المكان اللي ببدا منه لقطتي. دائما ابدا اللقطه بعكسك، يعني خلها تيلك،
toward you يعني. ليش؟ على أساس إن لما توصل لك بعد 20 دقيقة after 20 minutes خلاص الباتري almost dead يعني maybe 15% من الباتري 15% من البطارية لازم تكون قريبة يمك عشان تنزلها على طول. فتتخيل لو واحد يبدي بالعكس، أنا الحين أبي أبدي مثلا من صوبي وبروح ثلث ساعة مثلا راح أوصل كيلو وين، خلينا نقول بالترايبود مود زين ثلث ساعة أوكي راح يبقى 15% 100% ما راح أرجع، خصوصا إذا بحر راح تنزل الطيارة، الطيارة فيها نظام إذا ما قدرت ترجع تنزل مكانها. فدائما ابدأ العكس يعني خل نهاية اللقطة التايم لابس عندك. أوكي سرعة الرياح، طبعا أنا استخدم الويند فايندر، أكيد في أبليكيشنز ثانية. لا يعني أنا اللي شفته اكتشفته إن 10 عقدة أو النوتس هذه وايد زينة. الحين ما أدري بالكيلومتر كم راح تصير، 18 أوكي يعني 18 كيلومتر بالساعة عدل تقريبا 16. عموما يعني الويند فايندر يعطيك هذا بالنوتس بالعقدة، فأنا دائما أشوف 10 ماكسيموم، إذا زاد راح يصير وايد هزة ممكن تطير، بس قاعد أتكلم عن واقع تجربة يعني. طبعا كل ما يقل وايد أحسن يعني، إذا كان 5-6 ما في هواء وايد أحسن حق التايم لابس. أوكي حاول تكون ارتفاع الطيارة بنفس المستوى طوال اللقطة لتقليل الاهتزاز، لا تلف الطيارة يمين ويسار أثناء التصوير واجعل سرعتك ثابتة. تكنيك العيدي، وين العيدي؟ هذه صراحة معلومة أنا تعلمتها من عبد الله العيدي، الحين راح أوريكم إياها لأنها وايد حلوة ومفيدة. يعني try to be fixed، يعني أنت ارتفاعك الحين رحت 100 متر، أوكي أنا ببدي 100 متر height، لما تبدي بعد لا تنزل مثلا 80 متر وتصعد 120 متر، راح تطلع بعدين لما تتسرعها 30 مرة راح يصير وايد لوية، يعني اللقطة كلش مو حلوة، فخليك fix speed. لا تلف يمين ويسار بالغلط، وصارت معي يعني I did a lot of mistakes. مثلا وانا قاعد اروح تخيل ثلث ساعة، ترى ايدك راح تكون كذي ثلث ساعة، فصبعك فعلا you will get tired يعني تبي تبدل. انا ابدل الصبع وانا قاعد ابدل ممكن تحوش كذي الطيارة ترد خلاص اللقطة كلها راحت، لان انت بعدين ما ينفع يعني افرض انت وصلت 5-6 دقائق 7 دقائق ولفت، لما تقصها اللفة ما راح تطلع حلوة. أنا جربت تكنيك العيدي شنو؟ لما تحط صبعك على الريمو على الثروتل هذا ممكن يروح يمين ممكن يروح يسار بالغلط. أنا اللي اكتشفته طبعا من عبد الله، خلوا صبعكم تحت شوفوا شلون هني هني على القطعة السوداء، لما تحط صبعك تحت بس ماكو شيء جويستيك تحوشه عشان يروح يمين ويسار، فخلاص انت فيكس كذي وقعد 20 دقيقة سولف وفعلا كذي يقرا لك شيء يسمع لك راديو. انا كنت قاعد بالسيارة يعني دائما لما انا اطير تفضل ما راح تقدر بالترايبود مود، ما اعتقد الترايبود مود. والله شوف انا هاي المعلومه صراحه ما اقدر اقول لك اياها 100% لان ما جربتها، بس ممكن ما ادري ممكن ممكن صراحه ممكن ما ادري انا ما جربت. انا دائما احب اصور مانيوال يعني انا اتحكم بالطياره ما احب احد يتحكم فيها. حتى هاي الواي بوينت وما ادري شنو ما احبها صراحه، بس ممكن جرب وقول لي. اوكي هم واحدة من الأشياء، اجعل المسافة أكثر قبل التصوير اللقطة لكي لا تصل إلى الهدف بسرعة كبيرة منتصف مدة الطيران. مرة أنا صارت فيني حطيت الأبراج ورحت كيلو تقريبا وراء، قلت أوكي أنا أقدر المسافة يعني بعد 15 دقيقة راح أكون توني طايف الأبراج، كله تقدير طبعا. اكتشفت إنه شنو مع إنه كنت بالترايبود مود بعد 5 دقائق وصلت الأبراج، يا خلص ضاعت اللقطة، أنا كنت أبي الأبراج مع الغيوم، فاضطريت أحط بطارية ثانية وأرجع 3 كيلو على أساس إنه شنو بالدقيقة مثلا خلينا نقول 13-14 توني طايف الأبراج. حلو فأقول لكم يعني هاي كلها بيس أون يعني الترايل أند إيرور، أنت تقدر يعني مرات تضبط مرات، فأنت دائما عط
شويه زياده، يعني عط نص كيلو زياده او كيلو زياده عن لقطتك. دائما always shoot in 4K. ممكن واحد يقول لك ما ابي مونتاج 4K صعب، خلني على الفول اتش دي. لا بيتر خصوصا التايم لابس. ليش؟ في احد يقدر يقول لي ليش؟ ليش 4K نحتاج؟ مع ان حتى يو ويل ديليفر ان فول اتش دي ماكو مشكله، يعني حتى لو بعدين شنو؟ تسوي كروبينج. اوكي متى تسوي كروبينج؟ بالضبط. When you do the stabilization تسوي الاستابلايزيشن راح يسوي كروب وهو على اساس انه يثبت. فاذا انت فول اتش دي راح يسوي وايد كروب والكواليتي تروح. اذا انت كنت 4K اوكي يو هاف سبيس، حتى لو شويه يسوي كروب الديتيلز ما راح تروح. فهذه وايد نقطه مهمه. اوكي خلصنا التصوير، انا طلعت صورت اللقطه، اي فينيش ذا شوتينج. الحين بالمونتاج اول شيء فيرست ستيب كلر كوركشن. اول شيء تقطع التايم لاين، راح نشوف راح اسوي لكم شي تجربه عمليه سريعه. تقطع التايم لاين سواء if you are fan of Final Cut Pro او البريمير. طبعا I prefer البريمير بس الفاينل كات برو اسهل. خصوصا الاستابلايزيشن، الاستابلايزيشن مال الفاينل كات برو او الافتر افكتس رهيب. عفوا ادوبي بريمير او الافتر افكتس وايد قوي. الفاينل كات زين يعني مشي حاله. لا احنا مصورين فيديو، احنا ما نصور فوتو. يعني هو صدق تايم لابس بس هو فيديو. يعني شوف تايم لابس صور بالطياره ما يضبط. فيديو راح تسرع. اوكي بعد ما صورنا، عشان شيء انا مسكت قاعد اقول نتكلم عن 4K، صوروا 4K ريزولوشن. ما جربت الكادرات تكون وايد غير، يعني لازم يبي له شغل وايد، يعني تدخله بالفوتوشوب وتعطيه تحدد وكله، يعني عور راس. زين انا اقول لك متى تنفع الصور. اذا عندك فلايت تايم وايد طويل، يعني افرض عندك ساعة تقدر تطير، اوكي حلو كل ثانية مثلا تصور لك صورة صورة صورة، بس انت في النهاية محكور ب 20 دقيقة ماكسيموم يعني. واقل كنا تصوير خمس ثواني او اربع ثواني حق تايم لابس. بالطيارة كنا فما راح تضبط. الفيديو افضل، يعني يا ريت ان الطيارات يعني ان ذا فيوتشر. طبعا هو قاعد يتطورون. انا اذكر الفانتوم 1 كانت 10 مينتس ماكسيموم، عدل؟ هذا طبعا 12 دقيقة، بعدين طلعت فانتوم 2، بعدين فانتوم 3، الحين وصلنا إلى 20 يعني within 3 years تقريبا. طبعا هذا very big challenge حق الشركات، إنه يعني مدة الطيران تزيد. شوفوا التكنولوجيا بهالثلاث سنين شيء رهيب، يعني هذه الطيارة فيها تكنولوجيا شيء غريب عجيب. بس مدة الطيران للحين وايد بطيئين فيها، لأن أنواع البطاريات والليثيوم والمدري يعني. فالحين هذه الماكسيموم 27 مينتس. طبعا الحين في نزلوا الماترس 200، بس هذيك حق الاستخدامات الاندستريال يعني الشركات وكذي. هذيك تطير تقريبا كم؟ 40 دقيقة؟ 40 دقيقة، زين وايد زين. يبينا نصور فيها تايم لابس هذيك. ما ترفع مو مهم، انا ما ابي انزل كاميرا، انا بس فيكس بمشي. طبعا يعني يو كان تراي اذر تكنيكس بالتايم لابس، يعني انا كنت اروح سيده، ممكن انت تصور تايم لابس من اليمين لليسار، ممكن تايم لابس وانت فوق وتنزل شوي شوي. جربتها انا بلقطه واحده ضبطت، بس مو سهل. ليش؟ لان انت تحتاج انك انت تنزل وانت رايح سيده تنزلها، فانت ايش كثر راح يعني تحط ايدك ما تتحرك، صعب شوي بس حلو. بالضبط يعني لازم صبعك بالضبط نفس السرعه عشان تنزل بالتدريج، لان اذا نزلت سريع بعدين لما تسرع ما راح يطلع، هم راح تبوظ على قولتهم. جربت اكتب تراك مع تايم لابس اكتب تراك؟ لا صراحه لا. انا كنت دائما احاول اخذ لاندسكيب، يعني كذي واسع،
مدينة الكويت والغيوم، أنا كان همي الغيوم وايد يعني كنت بس هم فكرة حلوة. طبعاً بعد ما تسوون أول شيء color correction، طبعاً شوفوا time lapse أنا أنصحكم edit each clip alone، يعني أخذ كليب واحد تقريباً مدته 20 دقيقة، لا تحط لي 4-25 دقيقة تايم لاين راح يصير طويل والكمبيوتر مالك راح يصير بطيء، لا أخذ لك واحدة 20 دقيقة خلصها منتجها سوي لها stabilization خلصها وطلعها رندر، بعدين أخذ واحدة ثانية ثالثة، بعدين آخر شيء حطهم كلهم مع بعض ومنتجهم. يعني أول شيء تسوي color correction، بعد ما خلص color correction نصيحة export خلاص عدل، مع اللقطة ترى مدتها 20 دقيقة، عدل ألوانها ضبط سوي color correction سوي لها export. الخطوة الثانية speeding تقريبا 20% 20x، يعني ممكن واحد يبي أكثر يبي أسرع الغيوم مثلا كيف وصلها 30، بس طبعا كل ما تزيد السرعه شنو اللي راح يزيد؟ الهزه راح يعني حتى لو انت معدل هزتها لما تصير 30x مو نفس 15x، كل شيء على حساب شيء. طبعا بعدين لما تسوي سبيد هم تسوي اكسبورت، راح تصير ال 20 دقيقه 20 minutes 30 second يمكن او 15 ثانيه يعتمد على مده اللقطه. بعد ما تخلص سويت اكسبورت سوي ستابلايزيشن، نصيحه ستابلايزيشن لا تسوونها مع السبيدنج راح يهنق الكمبيوتر وايد، راح يكون متعب حقه الا اذا عندك كمبيوتر جبار. بس الوضع الطبيعي يعني انا عندي 32 الاي ماك يصير وايد بطيء، فانا دائما اسوي السبيدنج اخلص احوله الى نص دقيقه بعدين اسوي الاستابلايزيشن. الحين الاستابلايزيشن بالماك هو الاستابلايزيشن محطوط، بالفاينل كات بالبريمير اسمه وارب، اي وارب هو اللي يسوي الاستابلايزيشن. طبعا كل ما تبي تخلي الاستابلايزيشن اكثر راح يسوي كروب اكثر، اي يعني راح يقلل يسوي زوم، فيعني انك تسوي وايد هم مو زين راح يقلل الكواليتي. الحين راح اسوي لكم تجربه عمليه على السريع لقطه واحده. بعدين ستابلايزيشن بعدين اديتنج ذا هول بروجكت، حط ميوزك وهذا بعد ما تاخذ يعني خلينا نفرض انت عندك 5 لقطات. انزين تطبيق عملي الحين انا ودي بسرعه على السريع بس اوريكم.